وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الأطفال. اليوم سنقدم لكم قصة سمير والقط. قبل البدء لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. هيا نبدأ. سمير والقط. كان سمير طفلا شقيا يحب مضايقة من حوله، وكان لديه قط جميل كان له النصيب الأكبر من شقاوة سمير. كان سمير يعامل القط معاملة سيئة، وكأنه يجد المتعة في تعذيبه والانتقام منه، فكان يمسكه من ذيله ورقبته ويطيح به يمينا ويسارا. وفي أحد الأيام قرر سمير أن يذهب إلى الحديقة ليتنزه، وقرر أن يأخذ معه القط ليستمتع باللعب وتعذيب القط الصغير. وفي الطريق إلى الحديقة ربط سمير قطته الصغيرة من رقبتها وأخذ يجرها. وبعد أن لعب سمير في الحديقة لفترة طويلة شعر بالتعب، فجلس يستريح تحت شجرة وقطه الجميل بالقرب منه. وبينما سمير مسترخيا في الحديقة إذا به يذهب في نوم عميق، والقط الجميل يجلس بالقرب منه لحراسته. وبينما سمير مستغرقا في نومه اقترب ثعبان من سمير وبجواره قطه الصغير. استيقظ سمير من نومه فوجد القط يمسك بالثعبان ويحاول أن يقتله. حزن سمير لأنه كان يؤذي القط الذي أنقذه من الثعبان ولأنه كان يعذبه. ومنذ ذلك اليوم أصبح سمير يعامل قطه برفق وعطف ويقدم له الطعام ولا يضايق أحدا. النهاية. إنه القصة. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من قناة الأطفال. إلى اللقاء.